ويا مساء الفل ايفريبادي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم، والنهارده هتبقى حلقه مختلفه حبتين ثلاثه. احنا بس جايين نعلن اسماء الناس اللي كسبت في مسابقه ايف انجلش لايف. لو تفتكروا في اخر حلقه من سلسله 6 وادوك اي حته، كنا بنشرح اغنيه Imagine Dragons Believer، وكنا قلنا في اخر الحلقه ان في مسابقه. المسابقه كانت عباره عن ان الناس تشترك في السوشيال ميديا لينكس بتاعه ايف انجلش لايف، وكان هيتم اختيار عدد معين من الناس بشكل عشوائي جدا. خلينا نخش في المهم ونقول الخمسه اللي كسبوا معانا: نورهان الانصاري من جده السعوديه، محمد مجدي الرياض السعودية، محمد السيد القاهرة مصر، عادل الوقفي عمان الأردن، محمد أحمد الرياض السعودية. الناس دي كل واحد فيهم كسب كورس إنجليش لمدة 6 شهور على إيف إنجليش لايف بما يعادل حوالي $200. كل واحد فيهم هياخد 6 دروس خاصة مع معلم خاص، وياخد 60 فصل جماعي للمحادثة، وهيبقى عنده أكسس لحوالي 16 ليفل للإنجليش، وكمان هيبقى عنده أكسس لسبع ليفلات أو سبع مستويات للبزنس إنجليش. ألف مبروك للناس الفايزة، وإن شاء الله تتعوض للناس التانية في أي حاجة تانية إن شاء الله في مسابقات جايه كتير. وحابب اشكركم جميعا طبعا على مشاهده الفيديوهات، وخاصه السلسله الاخيره بتاعت 6 يودوك اي حته، وان شاء الله استنوا بقى فيديوهات اكتر وسلاسل اكتر بامر الله. ولو حابب تعرف اكتر بقى عن ايف انجلش لايف، هتلاقي في فيديو هينزل هنا او هنا، يعني تمام. لو انت بتتفرج على اليوتيوب، لو انت بتتفرج على الفيديو ده على الفيسبوك، هتلاقي موجود في لينك في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، تقدر انت تخش تشوف بقى اللي انت عايزه يا برنس. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، اشوفكم الفيديو جاي.